حبايبي سنة أولى، إزيكوا؟ عاملين إيه؟ وحشتوني جدا. النهاردة هناخد درس التنوين. هنعرف يعني إيه التنوين وأنواع التنوين، والتنوين ده بيجي فين وصوته إيه. كل ده هنعرفه مع بعض. الأول يا ولاد هنعرف معنى التنوين. إيه معنى التنوين؟ التنوين ده هو نون ساكنة زائدة في آخر الكلمة، في آخر الكلمة. الكلمة يعني الاسم، يعني ننطقها ولا نكتبها. يعني التنوين بيجي يا أولاد في آخر الكلمة، بيجي في آخر الكلمة، والكلمة اللي عليها التنوين ده بتكون اسم، بتكون اسم، لأن التنوين يا أولاد هو علامة من علامات الاسم. ما ينفعش التنوين يجي مع الفعل، ما ينفعش التنوين يجي مع الفعل. يبقى ايه التنوين يا ولاد؟ هو نون ساكنة زائدة في آخر الكلمة، ننطقها ولا نكتبها، ننطقها ولا نكتبها. هي نون ساكنة زائدة، يعني هي نون، نقول نون سحرية كده بتستخبى في التنوين، تمام؟ بتظهر معايا في النطق لكن لا تظهر فين؟ في الكتابة، لا تظهر في الكتابة. زي ولد، ضوء، قلما، رجل، مكتبة، مدرسة، تمام؟ ده شكل التنوين يا ولاد، بيبقى على الحرف الأخير، بيبقى على الحرف الأخير. يعني التنوين يا ولاد بيجي في آخر الكلمة، في آخر الكلمة. إيه التنوين؟ هو نون ساكنة زائدة في آخر الكلمة، ننطقها ولا نكتبها. طيب أنا هنسى مس التعريف ده. تعالوا طيب نعرف كده أغنية، نسمع أغنية كده مع بعض نقولها علشان بيها ما ننساش معنى التنوين. أنا التنوين، أنا التنوين، يا حلوين، صوتي رنين، صوتي رنين، والأطفال كمان عارفين، نون تسمعني، نون تنطقني، لكن أبدا ما تكتبني. أنا بالفتح، أنا بالكسر، أنا بالضم. فتحي تنتنوين بالفتح، كسري تنتنوين بالكسر، ضمي تنتنوين بالضم. يا أولاد يعني أنا عندي لما يكون الفتحتين جنب بعض، عندي فتحة وفتحة، بقول عليهم إيه؟ ده تنوين بالفتح. ضمتين جنب بعض، تنوين بالضم. كسرتين، تنوين بالكسر. تعالوا نشوف الكلام ده مع بعض بالتفصيل. أنواع التنوين، هناخد أنواع التنوين. للتنوين يا ولاد أنواع ثلاثة، للتنوين ثلاث أنواع. أنا قلت أنا بالفتح، أنا بالكسر، أنا بالضم. أنا بالفتح، أنا بالكسر، أنا بالضم. يبقى أنا عندي ثلاث أنواع من التنوين. هناخد تنوين، أول حاجة هناخد التنوين بالضم. قلنا الضمتين معناهم تنوين بالضم، ضمتين يعني تنوين بالضم، ضمتين يعني تنوين بالضم. برسم يعني إزاي؟ أنا برسم ضمتين فوق الحرف الأخير، برسم ضمتين فوق الحرف الأخير، برسم ضمتين فوق الحرف الأخير. زي كلمتين، مشرقة، قطة، قطة، مشرقة. رسمت على الحرف الأخير الضمتين وبقول عليه تنوين بالضم، بقول عليه تنوين بالضم، بقول عليه تنوين بالضم. شجرة، شجرة، شجرة. كلب، كلب، كلب. يبقى لما يجيب لي أولاد كلمات ويقول لي نونها بالضم، أحط على الحرف الأخير ضمتين جنب بعض، ضمتين جنب بعض، ضمتين جنب بعض. تعالوا هنشوف كده النشاط ده بيقول لي نون الكلمات التالية بالضم، نون الكلمات التالية بالضم. ماء، 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 تبقى إيه؟ ماء، برافو. ماء. قمر، قمر، قمر. الحديقة،
الحديقة تبقى ايه؟ الحديقة. لا لا يا ولاد، هنا لما يكون جايب لي الكلمة فيها ال، تمام، او الالف واللام، وانا قلت لكم اول ما بشوف الالف واللام جنب بعض بنطقهم ال. ال والتنوين يا ولاد متخاصمين، ما بيجوش مع بعض، ما بيجوش مع بعض. يبقى هو لما يجيب لي كلمة فيها ال زي كلمة الحديقة، انا احذف ال واحط بايه بدلهم التنوين. هحط التنوين فين؟ على الحرف الاخير. يعني الكلمة هنا هتبقى ايه يا مس؟ حديقة، حديقة، حديقة. فهمنا؟ ها، البحر تبقى ايه؟ ها، برافو، برافو عليكم، بحر، بحر. ده كان ايه؟ التنوين بالضم. تعالوا نشوف نوع تاني، او النوع التاني من التنوين، وهو التنوين بالكسر. التنوين بالكسر يعني ايه؟ التنوين بالكسر يا اولاد ان انا برسم كسرتين تحت الحرف الاخير، برسم كسرتين تحت الحرف الاخير. تعالوا نشوف كده. يبقى انا عندي كسرتين يعني ايه؟ تنوين بالكسر. كسرتين يعني ايه؟ تنوين بالكسر. زي كلمة كتكوت، زهرة، فيل، بنت، قصة، كتاب، كرة، وردة، معلمة. ألاحظ يا أولاد إن التنوين بيكون في آخر الكلمة، بيكون في آخر الكلمة. نبص هنا، كتكوت عند الكسرتين تحت الحرف الأخير، زهرة، فيل. يبقى التنوين، أعرف كويس إن التنوين بيجي في آخر الكلمة. نركز شوية في النوع الثالث من التنوين، وهو التنوين بالفتح. التنوين بالفتح يعني إيه؟ التنوين بالفتح، التنوين ما هو سهل يا مس؟ لأ، أركز شوية. إن أنا برسم فتحتين فوق الحرف الأخير، برسم فتحتين فوق الحرف الأخير. وكمان لسه في حاجة بيأتي بعد التنوين، يعني بعد ما برسم الفتحتين بجيب يا أولاد ألف زائدة بهذا الشكل. يعني الألف بتكون زيادة بعد التنوين، وده بيكون إيه شكلها؟ بيكون إيه شكلها؟ الشكل الأول ده لما بتكون مع الحروف الشقية طبعا اللي مش بتمسك في الألف، فالألف بيكون إيه؟ بعيد عنها، واقف بعيد. الشكل التاني ده بيبقى مع الحروف المتصلة اللي هي قلنا عليها الحروف المتعاونة، الحروف المتعاونة، والشكل ده بيبقى شكلها. طيب الكلام ده يا أولاد بيجي مع كل الحروف؟ مع كل الحروف يعني أنا عندي التنوين بالفتحة أزيد أزود ألف تنوين مع كل الحروف؟ لأ، عندي حروف ما بتحتاجش إيه للألف بعدها. زي إيه يا أولاد؟ زي التاء المربوطة، والألف اللي عليه همزة، والهمزة في آخر السطر، والهمزة في آخر السطر. دول أنا لما باجي أضيف للكلمة تنوين ما بحتاجش إن أنا إيه أزيد لها ألف، أو أحط لها ألف زيادة، ما بحط لهاش ألف زيادة. تعالوا هنفهم أكتر من الأمثلة بتاعتنا. تاج، تاج تبقى إيه؟ تاجن، تاجن. يبقى هنا يا أولاد أنا حطيت التنوين على حرف الجيم، وزودت بعده إيه؟ ألف، وزودت بعده إيه؟ ألف، وزودت بعده إيه؟ ألف. بنت، بنت، حطيت التنوين على التاء، تمام، وزدت بعدها ألف. رجل، 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 رجلا. يبقى حطيت التنوين على اللام وزودت الألف. شجرة، شجرة، شجرة. هنا طبعا عندي التاء المربوطة حرف قوي مش بيحتاج لحاجة تسنده، تمام، فالتنوين بالفتح بيكون إيه؟ عليه، وما بزيدش ألف. سماء، أنا عندي همزة آخر السطر، همزة، همزة في آخر الكلمة على السطر، تمام،
احط عليها التنوين وما بزيدش الف. كلمة نبأ، كلمة نبأ، انا عندي الهمزة الالف وعليه همزة في اخر الكلمة، بحط التنوين عليها. الاحظ حاجة يا اولاد في التنوين بالفتح، ان انا دايما التنوين او علامة التنوين الفتحتين بحطهم على الحرف الاخير، ما بحطهمش على الالف، لا كده مش صح. الصح ان انا احطهم على الحرف الاخير وبعدين اضيف الالف للحروف اللي هي ايه ضعيفة، ما بتستحملش التنوين لوحدها، تمام. اما الحروف القوية اللي قلنا عليهم التاء المربوطة والهمزة والالف اللي عليه همزة لا يحتاجوا لالف. طيب حد هيسألني يقول لي يا مس، طب انا في الاملاء ازاي يا مس افرق بين ان دي نون ودي تنوين؟ انا كده هتلخبط، انا كده يا مس هتلخبط. انا في الحالة دي يا اولاد هعمل ايه؟ احنا قلنا التنوين دي نون، نون سحرية، يعني هي بسمعها واقرأها لكن ايه لا اكتبها. يعني انا لو حذفتها يا اولاد تمام مش هتغير لي معنى الكلمة. تعالوا نشوف كده، مثلا لو قلت كلمة بنتن، بنتن، تعالوا نحذف النون كده، هتبقى بنت. اتغيرت الكلمة؟ لا ما اتغيرتش، يبقى هنا عندي انا دي تنوين، دي تنوين. طيب لو انا عندي كلمة غصن، 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 تعالوا نحذف النون كده، غص، يبقى لا هنا عندي ايه نون، لان انا ممكن الاقي ناس كاتبه لي تاجن وكاتبه كلمه تاج وضيفه بعدها نون، لا كده غلط يا اولاد، دي هنا تنوين، هنا ايه تنوين. يا رب يكون استفدتوا النهارده من الدرس، واشوفكم على خير.